حملة انا زيدة هو اشتاج اطلقوه مجموعة متاع نساء في تويتر وفي الفيسبوك، واحنا استعملناه في مجموعة فيسبوكية مسكرة جروب فيسبوك فيرمي بعد اللي صار للطفلة ضحية التحرش من السيد زهير مخلوف اللي هو الفائز مبدئيا في الانتخابات التشريعية على دائرة نابل. بعد قضية التحرش هذه قلنا علاش ما نعملوش مجموعة دعم باش يكونوا فيها نساء يحكيوا على التحرش الجنسي اللي قاعدين يتعرضوا له. بالنسبة لنا خطرنا بحكم الاكومبانيومون اللي عملناه للطفلة من أول نهار اللي وين تعرضوا الصور وكل، بالنسبة لنا الملف هو ملف تحرش جنسي في جميع أركان الجريمة الجنسية بصفة عامة والتحرش. دونك بالنسبة لنا الملف هذايا ملف يعني في برشا معطيات يمكن مانيش باش نقول عليها تويكا خاطر قريبا باش هو قدام القضاء تو الملف والتحقيق جاري، لكن أنا نأكد إنه فما قضية تحرش جنسي. احنا عملنا الجروب نهار الاثنين، اول نهار اللي كنت فيه المحكمه اللي بثلت فيه الفتاه هذه التلميذه ضحيه التحرش قدام المحكمه صحبه السيد زهير المخلوف المتهم في القضيه. كي رجعنا من نابل لتونس عملنا الجروب هذايا فيسبوك، تو في ظرف اسبوع في اكثر من 11000 شخص. في النهار يمكن يجينا اكثر من 100 تيمونياج وساعات ما نخلطوش باش نحطوهم الكل، وتو في الانبوكس نتاعنا عندنا مئات ومئات يعني لي تيمونياج اللي موجودين وقاعدين بشويه بشويه نحطوا فيهم في المجموعه هذه. اكيد احنا الحاجه اللي باهيه في الجروب هذا ما فماش لا اسماء الاشخاص، العبيد جوز تحكي القصه نتاعها والعنف والتحرش اللي تعرضت له، يعني ما فماش لا اتهام الاشخاص لا ذكر اسماء، جوز يحكيوا حكاياتهم والتحرش اللي تعرضوا له، وهما يختاروا اسكو يحبوا رواحهم يحطوا اسمهم والا يبعثوا للانبوكس. وحاجه اخرى اللي احنا اللي زادمين نتاع الجروب يعني اون ابروف لي بوبليكاسيون، ما نخليوش كل شيء يتحط في الجروب، دونك اي حاجه فيها اسماء اشخاص والا تشير باشخاص ما نحطوهاش في المجموعه. دونك اكثر القصص حتى اللي حكيوا على قصص نتاعهم حكيوا عليهم انونيما. يعني احنا بالنسبه في الجروب عاملين اون شارت انه هما يختاروا، يعني مادام الشخص انه اختار باش يحط اسمه يعني هو يتحمل المسؤولية انه يختار باش يحط اسمه، خاطر عنده هو الاختيار ما بين انه يبعث انبوكس وما غير انه يحط اسمه. وكما قلت لك خاطر في اغلب الروايات ولا التيمونياج اللي موجودين في الجروب ما فماش اسماء الاشخاص، اللي حسيناهم اللي هما العباد هذوما حبوا يكسروا حاجه الصمت، انا تعرضت للتحرش ما انا باش نحكي عليه حتى كان ما نذكروش الشخص هذاك، اما نحب نقول لي انا توا ما عادش انتابو بالنسبه لي انا، وانا قادره باش نحكي في جروب فيه 11000 انسان وجاسوم يعني الكتيبه اللي باش نكتبها والقصه نتاعي اني انا باش نسمحها للعباد الكليكا، وهذا حاجه مهمه جدا. وانا تظهر لي بداية جديدة على خاطر ما بين أنا قابلت واحدة من اللي تعرضوا للتحرش واللي هي كانت ضحية اللي هي قالت لي من الأول أنا ما كنتش باش نحط القصة نتاعي وما كنتش باش نحكي، مي قالت لي من بعد فهمت لي أنا مانيش وحدي اللي فما آلاف وآلاف، وهذاك يمكن اللي شجع برشا عباد أخرين أنهم يتكلموا زادة. ما تخيلش راهو جروب فيسبوك يعني فيرمي مش معناها راهو مكان سيف على الاخر للعبيد، لكن احنا كوم ديزادمين في المجموعه هذيا نحاولوا لو ماكسيموم نخرجوهم العبيد هذوما، نفسخوا لي كومونتير اللي ما يحترموش العبيد اللي ماهمش سوليدير، خاطر هو سي ان جروب دو سوليداريتي اوسي ما بين الضحايا زاده. دونك نحاولوا لو ماكسيموم انه نخليوها البارتي سيف نتاع الجروب، انه نخرجوا كل يد ان بريداتور ان اغريسور انه هو يعمل كابتشور ايكرون، دونك نحاولوا نخرجوهم من الجروب اي اون جير لو جروب هذايا. بالنسبه للنساء هذوما ولا الاشخاص اللي حطوا القصص نتاعهم راهو مش بالضروره يحبوا يرفعوا قضايا، مش بالضروره يحبوا توجيه،
انا نرى اهم حاجه خلقناها هي كسر حاجز الصمت. من بعد اللي في حاجه انه باش يقدم قضيه والا حاجته بتوجيه قانوني والا بدعم نفسي هو اللي يتصل بينا، واحنا قاعدين نعملوا لهم في توجيه الاشخاص هذوما. دا يغرينا برشا محامين في المجموعه تطوعوا للقضايا هذوما، فما برشا زاد دي بسيكولوج كلمونا يحبوا يقولونا سي تري امبورطون راهم الضحايا هذوما يعملوا ان سويفي بسيكولوجيك وكل. دونك اي واحد يطلب الدعم واي ضحيه تطلب الدعم احنا حاضرين للتوجيه للمراكز الدعم هذوما القانوني والا النفسي. لكن انا نرى اهم حاجه بالنسبه اللي كانت في الجروب انه العباد يكسروا حاجز الصمت، خاطر كان واحد عنده قصه عندها 15 سنه و20 سنه ولا صارت له في طفولته وقت اللي عمره 5 سنين 6 سنين وتوا انه قادر لاول مره في حياته انه يحكيها، هذه حاجه مهمه جدا. زاده اختيارنا انه يكون اولاد في المجموعه سي ان شوا قاعد نخمو فيه بالقدا، نحط اولاد ولا باش يقعد ان جروب نتاع نساء مسكرين يحكيو في نفس مشاكلهم يحكيو في نفس الحكايات. قلنا اول حاجه انه يكون فيه رجال، اول حاجه لازمنا نحسوا هالرجال اللي موجودين معنا في المجتمع في الخطوره نتاع الخسلمو اللي قاعدين يتعرضوا له نساء. يعني انا نعرف برشا شكون من اصدقائي يعني ليه علاقه بالموضوع كي دخلوا للجروب هذايا، يعني قمنا بتحسيسهم سنسيبيليزاسيون للاولاد انه هما ينجم يكون هم في بالوش بروحه راهو ان اغسولور في بالو، خاطر هذوك ما في العادات نتاعو انه يتحرش بطفله حاجه نورمال، سي اون باناليزاسيون توتال حتى الاغسلمون سيكسويل. مي اوسي قبلنا شهادات نتاع رجال، خاطر نجموا نكونوا نساء ورجال الضحايا نتاع العنف هذايا. يمكن زاد رينا برشا من الكوميونيتي ال جي بي تي اللي هما زاد حطوا لي تيمونياج نتاعهم وعلى نوعيه العنف اللي قاعدين يتعرضوا له على خاطر لورينتاسيون سيكسويل نتاعهم. زاد نجم تكون راهم حتى العباد باش يتعاطفوا معاهم، باش يعرف اللي انت نهار تكون عندك اورينتاسيون سيكسويل تتعرض على خاطرها للعنف هذاك الكل وتدمر حياه شخص كامل. دونك انا تظهري سي اون فورم دو سونسيبيليزاسيون اوسي للي زارسولور والرجال بصفه عامه، خاطر هما الاكثر اللي يتحرشوا هما الاكثر اللي يمارسوا العنف. حسينا برشا برشا ضغط على الضحيه، يعني هي كضحيه في كلك سوا في مركز الشرطه كلك سوا في المحكمه، انه القضيه تنجم تاخذ برشا وقت. يمكن في علاقه بتطبيق القانون مثلا في القضيه هذه نتاع التحرش تحركت النيابه العموميه، ما نعرفوش اسكو الفرقه المختصه في العنف ضد النساء في نيابه تحركت والا لا. الحاجة الثانية احنا من خلال مرافقتنا للضحية ماهوش سهل باش تثبت التحرش الجنسي، يعني وانها تكون عندك محامية وانك تجيب عدل منفذ باش يعمل لك المعاينة، فما برشا مصاريف زادة في القضية. وحسينا زادة فما برشا ضغط نفسي على الضحايا انه الضحية تقوم المكافحة مع الاغسولوغ نتاعها في مركز الشرطة ومن بعد قوم لها مكافحة أخرى في المحكمة، يعني تعاود تعيش هالقصة هذيك 3 أو 4 مرات لأن هي تنجم تحس بالضغط النفسي وتنجم بالحق ما تتمسكش بالقضية وتتراجع. يعني إن الرات توا يمكن في الحالة هذه متاع التلميذة فما عندها أن سوتيان متاع أون أسوسياسيون فيمينيست، إنه فما عباد وراها إنه فما محامين وراها متطوعين، من تخيلها كان جات وحدها باش تقوم باللي بروسيدور هذوما الكل ماهيش حاجة سهلة. في أصوات نساء من خلال متابعتنا للأعمال متاع الوزارات من خلال رصد الميزانيات حسينا اللي ما فماش برشا رصد ميزانيات، وبالنسبة ليهم قانون 58 مش أولوية. صحيح أنك تعمل قانون به محلية 58 للعنف ضد النساء، مي لازمك توفر الإمكانيات والميزانيات باش يطبق القانون باش ما يقعدش حبر على ورق. وقت اللي أنت وزارة المرأة الميزانية نتاعها من 2014 حتىكش 2018 ثم تراجع كبير في الميزانية نتاعها، لوكو هي اللي قاعدة تنفذ في القانون بصحبة الوزارات الاخرين. دونك ما فماش اون فولونتي بوليتيك نجمو نقولوا لتطبيق القانون، خاطر لا فولونتي بوليتيك انك زاد تخلي لي تدعم تعمل لي غوسورس الميزانيات باش تطبق القانون هذايا، تحط المراكز نتاع لي سونتر داكوي دي فام فيكتيم دو فيولونس يكونوا موجودين يكونوا اكسيسيبل. يعني انت في نابل ما لقيناش، يعني لازمنا هزينا بسيكولوج من تونس، يعني ما ريناش حاجه يعني اونيتي تحركت في ساعه في ساعه وفيها الشرطه وفيها الدعم النفسي وفيها كل شيء. دونك ذوما يدروا لي من اهم النقائص.